مشاهدينا اذا تسمحوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع أصل العلم من يطيقه؟ والله خواص الناس يا أخوان العلم والله لا يطيقه إلا خواص الناس أما القيل والقال كلا والذي لا إله إلا هو. قيل لواحد ذهب بعملية يسمونها استشهادية وهي انتحارية زورا وبهتان يقول استشهادية المهم انتحارية ففجر فيه واحترق لكن ما مات ثم رجع إلى بلاده إلى السعودية وقال أخطيت وضحكوا علي وكذا فقالوا أنت طيب لماذا ما طلبت العلم؟ ليه ما درست عند المشايخ؟ راح أضحك عليك ذاك تفجر بنفسك هناك. قال العلم أنا والله ما أطيقه. أنا من يوم أيام المدارس أصلا كله راسب كله كذا ما خلص حتى الإعدادي. يعني معنى هذا يا إخوان شفت اللي يروح يقتل نفسه ويفجر نفسه أسهل من طلب العلم والذي لا إله إلا هو. أسهل العلم تصبر وتطلب وتراجع وتحفظ وتنسى وتخطأ بحر. بحر يحتاج إلى رجال أقل ناس أقل فئة في الدنيا علماء الشرع علماء أكثر منهم قليل طلبة العلم.